وفي ذات السياق شهدت محافظات مارب وعدن وتعز وحضرموت والمهرة ومختلف المحافظات اليمنية احتفالات شعبية ابتهاجا بالإنجاز التاريخي الذي صنعه المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع رافعين الأعلام الوطنية ومرددين الأهازيج اليمنية، وأطلقت الألعاب النارية في سماء المدن ابتهاجا بالفوز والإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه المنتخب الوطني. وتوج المنتخب الوطني ببطولة كأس آسيا للناشئين في نسختها الثامنة المقامة في المملكة العربية السعودية بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح.